إذن للحديث عن القصف الذي طال مطار أربيل وتداعياته ومسؤولية الميليشيات الموالية لإيران عنه، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الدكتور عبد السلام برواري، أستاذ علم الاجتماع السياسي. دكتور عبد السلام، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح للحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد أن فصيل يعني متستر بالحشد هو المسؤول عن الهجوم الصاروخي. ما هي الأسس التي بني عليها هذا الاتهام؟ هل هناك يعني أدلة واقعية دكتور؟ نعم، تحية لك، تحية للأخوات والأخوة المتابعين. في الحقيقة المعروف عن حزب الديمقراطي الكردستاني أنه ليس من الأحزاب التي يعني تتخذ مواقف بدون أن يكون لها أساس. يوم أمس حتى قبل انطلاق الصواريخ باتجاه أربيل صدر بيان انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي باسم ما يسمى بأصحاب الكهف المقاومة الإسلامية في العراق. يتحدث في الحقيقة هو عن تبني ممكن أن يكون يعني هجوم وهمي على مدينة في بالقرب من ماردين، ويهدد مسعود البرزاني ويقول أربيل لن ستكون الضربة المقبلة لأربيل وستكون أقوى. اليوم أيضا انتشر بيان آخر باسم راية الأمل أو شيء من هذا القبيل. نعم. والإسنان لغتهم هي لغة هذه المجاميع اللي احنا نسميها الحشد الولائي. نعم. أسماء ربما تكون أسماء وهمية أو أسماء مستعارة لتنظيمات فعلا موجودة. لذلك يعني الأساس هو صدور بيانات من جهات تتبنى الحادث. هذا هو طبعا الأساس. طيب دكتور، يعني لماذا يتم استهداف أربيل في هذا التوقيت تحديدا؟ ما سبب في ذلك؟ نعم، أنا أعتقد الرسالة لها محتويين. نحن تحدثنا أعتقد في برامج سابقة أيضا أن ما يجري في كردستان العراق منذ 1992 شيء غريب عن ثقافة سائدة في منطقة الشرق الأوسط. في كردستان هناك تعايش بين الأقليات وبين المكونات الدينية والقومية، هناك تمثيل، هناك اعتراف بالحقوق، هناك استعداد، وأصلا جزء من الثقافة الموروثة في المنطقة بحكم تعايش مجموعات مختلفة قوميا دينيا فيها. هذا غريب عن ثقافة الشرق الأوسط الرافضة للمقابل حاملة لأفكار الهيمنة إلى آخره. إضافة إلى ذلك يعني مجتمع كردستان عموما حتى باعتراف المستشرقين في كتبهم اللي تعود إلى القرنين الماضيين أيضا، مكانة المرأة ونظرتنا للمرأة نظرة متطورة غريبة أيضا عن منطقة الشرق الأوسط. نمط الحياة السائد في كردستان، يضاف إلى ذلك فشل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والحكومات المحلية أيضا في أن تقدم أبسط الخدمات لمواطنيها في الوقت الذي تزدهر فيه أربيل وتزدهر فيه مدن كردستان يسود أمن إلى آخره. طبعا هذا مرفوض، إضافة إلى مواقفنا الرسمية تجاه مسائل مثل وجود قوات التحالف أو مسائل أخرى. هذا جانب من الرسالة. دكتور عفوا، آسف للمقاطعة، يعني استهداف أربيل واستهداف مطار أربيل كان مقصودا مثلا تقصد بذلك؟ بالتأكيد، يعني هي الرسالة هي رسالة لتحجيم الإقليم ولتفريغ الفدرالي من محتواها، ولكن هذه الرسالة ملفوفة بغلاف آخر هو الصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة. وكما تعرفون يعني صحيح الحكومة الإيرانية أصدرت بيان وتنكر فيه لها علاقة، أنا أيضا أؤيدها، ليست لها علاقة رسمية كدولة، ولكن ما نشهده في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق، نحن نعرف الأسلوب الذي تحارب به إيران أعدائها أو مخالفيها من خلال قوى محلية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني الرسالة هي ربما تكون امتحانا او اختبارا لرد الفعل الذي يمكن ان يصدر من الاداره الامريكيه. لكن انا بتصوري يعني هذا الصراع الامريكي الايراني ووجود قاعده امريكيه بالقرب من مطار اربيل هو ذريعه لتحقيق هدف الرساله الاولى، وهو
محاولة خلق بلبلة في إقليم كردستان أو حتى القضاء على هذا النمط الذي ينتج ثقافة جديدة غريبة عليهم يعتبرها البعض ربما طيب تهدد دكتور. وجودهم. دكتور إذا ما تحدثنا عن موقف الحكومة حكومة مصطفى الكاظمي، يعني هذا القصف انطلق من مناطق تابعة كما تعرفون لميليشيا الحشد. إحدى الروايات تقول هذه الصواريخ انطلقت من كركوك، الرواية الثانية تقول انطلقت من الموصل. فيما يخص موقف الحكومة، هل الحكومة متواطئة في هذا الهجوم دكتور؟ لا، بداية أريد أصحح معلومة. صحيح لا. هذا الكلام ورد طوال ليلة الأمس، ولكن اليوم أعلن بأنه قوة مشتركة من قوى الأمنية في كردستان مع قوى التحالف تمكنت من رصد السيارة التي انطلقت منها الصواريخ، وهي سيارة من نوع كيا، في منطقة جوير، يعني في الطريق بين جوير وأربيل، التي لا تبعد أكثر يعني حوالي 10 كيلومترات عن مركز عن أطراف مدينة أربيل. وهذا هو نفس الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ في العام الماضي من أطراف محافظة نينوى. في العام الماضي كما تذكرون في يناير أيضا أطلقت صواريخ. هذه المنطقة تتولى حراستها ضمنيا يعني قوة تسمى اللواء 30 من الحشد الشعبي. في العام الماضي أيضا طالبنا وطالب المجتمع الدولي بإجراء تحقيق، وتم أيضا رصد الموقع الذي تم منه إطلاق الصواريخ، ولكن لم تتمكن الحكومة من عمل أي شيء. أنت تسألني عن الحكومة العراقية والسيد الكاظمي، كما تعرفون يعني رئيس وزراء ليس له سند في البرلمان، هو رئيس وزراء ضعيف، إضافة إلى أن في العراق القوة الرئيسية هي الحشد الرسمي. الذي رسميا على الورق مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس وزراء، ولكن لا تأتمر بأمره. القوة الثانية من الناحية العسكرية في العراق هي هذه المجاميع التي هي مرتبطة بالحشد الشعبي أو تعلن نفسها كجزء من الحشد الشعبي، ولكنها تعلن بصراحة أنها غير خاضعة لا لقيادة الحشد الشعبي ولا لقائد العام للقوات المسلحة، إلا نسميها إحنا الحشد الولائي، وهم لا ينكرون إيمانهم وانتمائهم إلى ولاية الفقيه، يرفعون صور شخصيات ورموز إيرانية. طيب. هذا لا يخفى على أحد. طيب دكتور، لذلك أنا أعتقد الحكومة العراقية يعني هذه حتى هذا مثل هذه الأعمال والقصف على المنطقة الخضراء هي ضغط على الكاظمي أيضا من ناحية أخرى. طيب. للاعتقاد بأنه قد يصير في اتجاه لا 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 يعني ترضى عنه هذه الجهات. دكتور، يعني نستثمر وجودكم معنا ونتحدث عن يعني موقف البيت الأبيض، يقول إن الرئيس جو بايدن له حق الرد في أي وقت على استهداف أربيل. كيف نتوقع هذا الرد؟ هل سنشهد بالفعل ردا أمريكيا على هذا القصف الذي يعني ربما يأتي في مرحلة حساسة من استلام بايدن، وأيضا له حسابات تصل إلى لي الأذرع مثلا دكتور عبد السلام؟ نعم، يعني في الحقيقة تصريح البيت الأبيض جاء بعد أن صرح البنتاغون وزارة الدفاع بأنها قد سلمت الرئيس مجموعة خيارات إذا كان في نيته الرد. الأمريكان معروفون عنهم بأنه إذا استهدفوا شخصيا يعني قدموا ضحايا يردون بضربة بشكل أو آخر، لكن للأسف الشديد يعني منذ 2011 السياسة الأمريكية في المنطقة هي اللي أنا في تصوري أخطائهم تقديراتهم الخاطئة للوضع، هي اللي سلمت العراق للقوى التي تعلن ولاءها لإيران، وهي التي تطيل معاناة الشعب في سوريا. مواقفها هزيلة، مواقفها غير صارمة، ليست بحجم أمريكا القوية التي تريد أن تظهر للعالم بأنها هي الشرطي رقم واحد. انظروا ما حدث في الخليج مثلا، استهدفت سفنهم طائراتهم. ربما كان الهدف من هذه الصواريخ هو اختبار جس نبض رد فعل بايدن. انا اعتقد الوقت مبكر لحد الان. الحجه التي تتحجج بها امريكا هي انها تنتظر نتائج التحقيقات. نعم دكتور. لننتظر الايام بيننا. أنا شخصيا لا أعتقد أن في هذه المرحلة الحج حرجة في أمريكا. هناك أزمة الكورونا، هناك أزمة سياسية داخلية، هناك مسائل اقتصادية. ربما بايدن يريد ككل الديمقراطيين بعكس الجمهوريين، يريد بالبداية أن يحقق شيئا داخليا. نعم دكتور. ويحقق
أن يؤجل الأزمات في الخارج. عبر سكايب من أربيل الدكتور عبد السلام برواري، أستاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا لكم.